هلا والله، واخيرا قرب العيد، تقريبا العيد بعد يومين او ثلاث ايام، فقررنا اليوم ناخذكم السوق، اسمه سوق الزل، ونشتري منه اغراض العيد. السوق هذا بالذات ما نروح له الا اذا جاء العيد، لانه متخصص، يعني هو وسط الرياض وفي كل شيء، يعني في الاشياء شماغ، في اقمشه الثوب، بشت، في كل شيء. يمكن اللي في الرياض يعرفونه، لكن اللي برا الرياض هذه فرصه لكم انكم تشوفون هذا السوق. طبعا هو سوق قديم جدا لكنه مشهور بهذه الاشياء، فحتى من يوم انا واحنا صغار، وانا يومني وانا صغير كنا نروح هناك عشان نشتري اغراض العيد. فقررنا اليوم اننا ناخذكم معنا ونروح لهذاك المكان ونشوف ايش ممكن نشتري، وتشوفون السوق وتشوفون اشياء قديمه وتراثيه. والله خلص رمضان بسرعه، يعني قبل فتره كنا منزلين اغراض رمضان، الحين اغراض العيد. الله يتقبل منا ومنكم، وكل عام وانتم بخير. ويلا مشينا. وصلنا، هذا طبعا سوق اسمه سوق التعمير، وهناك المعقلية، ومن هناك بنروح سوق من ورا سوق الزل. مشينا؟ يلا مشينا. هذا قصر الحكم، يمكن اغلبكم يعرفه في الرياض. تجهيزات العيد، دائما يصير في احتفالات العيد هنا. تتذكر دحومي جينا هنا كم مرة؟ كم مرتين. مرتين يمكن جينا هنا، كان في احتفالات حلوة في العيد. وهذا هو مسجد قصر الحكم، وهذا هو قصر الحكم نفسه. دحوم تذكر مصلي في المسجد؟ اتذكر. وهذا هو قصر المصمك، طبعا معروف في الرياض. كم مرة رحت؟ قد رحت لرحلة انت؟ انا قد رحت لرحلة مرتين مع المدرسة. انا قد رحت والله كثير. طبعا هذا قصر المصمك معروف، هذا هو قصر المصمك. طبعا مسكر، ولا كان دخلت وصورت لكم، لكن هنا في لوحة بوريكم اياها. هذه هي اسماء الاشخاص اللي كانوا مع الملك عبد العزيز، اللي انطلقوا من هنا في توحيد المملكة. فهذا هو قصر المصمك ورانا، الحين خلصنا منه بنروح لسوق الزل. وصلنا محل البشوت، اخذ لكم بشت بقلب. والله اللون هذا رهيب، ها دحوم؟ حلو صح؟ سم البني؟ تبي البني ولا ذا اللون؟ ها وخذنا البشت الأسود أحسن، ها؟ الله صاير كشخة. ماش ماغ دحوم؟ قدك ذا ولا تبي أكبر؟ جيب أكبر شوي. ها عبد الله قدك ولا بعد صغير؟ لا كويس كويس صح؟ شو اسمك؟ أخكم عايشه. حمد ونعم والله. تطلع؟ ها شو اسمك؟ ونعم والله. ناخذ قطرة بيضة أحسن مع البشت، تطلع أحسن صح دحوم؟ طبعا الحين شرينا شماغ او غتر، شرينا البشت، الحين بنشوف بنوريكم سوق الزل زياده. هذا هو سوق الزل، وصلنا بسم الله. طبعا هنا في انواع عزبريات، هنا انواع العود، هذه السيوف انت نعرض فيها دحوم. هنا انواع عزبريات، شوف كيف اشكالها والله رهيبه. يبي لنا هذه لونها قوي، بس اما الاحمر كم مقاسك؟ 33 قدك؟ جيب اكبر. حتى اللون حلو والله، شوف انا اخترت. الحين اخذنا النعال الله يكرمكم، اخذنا البشت، اخذنا الغتره، الحين ايش باقي؟ شوف السوق هذا هو سوق الزل، والله رهيب. صح انه قديم، بس انه فيه كل الاشياء اللي تحتاجها للعيد. وين عود كويس يا شيخ؟ هذا 25. ها؟ زين. لا مو على الشكل، هي ترى على الريحه. لا لا هو زين، هو اختيار زين. هو اختيار زين؟ والله عندك ذوق انت. وين في هذا الثوم صح؟ هذه النحل هذه. ترى في ذي. هذه حلوه ذي، جربناها ذي. هذه القنبله صح اللي تنفجر ولا؟ طعميه. طعميه ذي طعميه. هذه النافور. ها تقدر تشيل دحوم؟ انت ترى انطاع يا ولدي. هذه الساعة قديمة جدا، تلقونها في وسط السوق، بس شكلها صراحة رهيب جدا. شوف 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 الحمام هناك دحوم. راح 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 راح. يوه طاروا. الحمد لله خلصنا كل الاغراض. ها كيف؟ هذه الاغراض شريناها. طبعا باقي لنا ثياب وباقي حلاوه العيد، ان شاء الله اليوم في الليل بنروح ونصور لكم باقي الاغراض. فاليوم تقضينا من سوق الزل الاغراض الاساسيه يعني، فان شاء الله في الليل بنكمل ونشوفكم بعد شوي يعني الحين. طيب بعد ما تقضينا الحين جاء وقت اننا نفصل ثوب ونشتري حلاوه العيد. باقي لك ثوب دحوم؟ ايه. وانت والله شوف الحلاوه في العيد شيء ثاني. السلام عليكم. فصل ثوب. يلا. ها دحوم ما تأدب والله العظيم.
يد تبي قلابي انت ولا شو يد هذا؟ يد حتى من هنا 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 شي. هنا 16.5. يلا سجل اسمك عبد الله. يلا دحوم دارك. وش تبي هنا؟ تبي قلاب ولا زي هذا؟ قلابي قلابي. وصلت بعيد. باقي دحوم الان. هذا حام. اكتب اسمك. كفو كفو عبد الرحمن الحمود. جيب قماش ابيض كويس يعني ما في زي كذا ازرق. لا زين. ها والله بنيله عاد اهم شيء. ها تحومي شل كم مقاسك؟ مو ما هذه قدك ولا تبغى ابوك؟ بس ما معك فلوس العيد اخذ فلوس. هذه حقت عبد الله صح؟ شوف قدك ولا لا؟ اعطت. لا والله انا ممتاز. طيب وفصلنا ثياب الحمد لله. الحين نبي نروح نشتري حلاوة العيد لكن صراحة ما ندري وين نروح، لكن في محل قريب من بيتنا فبنروح نشوف إذا عنده ولا رحنا محل ثاني. كويس حصلنا مكان يبيع حلاوة العيد. هذا حلاوة بقر أحسن شيء. حلاوة بقر قديم. هذا شوف هذا كله حلاوة العيد. ها وش نشتري؟ الأزرق. الأزرق لا وش رأيك؟ ها هلالي. وش رأيك ننوع؟ يعني ناخذ مثلا من هذا شيء ومن هذا شيء من كل لون يعني ناخذ شوي. يلا ولا يلا هذا الحلاوه اللي ما حد ياكله يعني يحطونه ورا الكنب. تسوي انواع مختلفه نص كيلو خلاص. ثاني هذه سعرها هذه سعرها هذه خلاص هذا انوع. شوف هذه هدايا العيد. هذه حلوة صح؟ وزعها في العيد ولا ايش ناخذ ولا هذه؟ او هذه هذه حلوة. هذه حلوة والله انها حلوة بس ما ادري شوف ايش داخلها. افتح شوف وش فصلها هني. شوف بطاطس كاكاو بطاطس وكاكاو بسكوت حلاوة. خلاص ايش رايكم ناخذ ثنتين من هذولي؟ لا ايش جواته بس فاش وعصير ومدري ايش. حتى هنا بعد في حلاوه. شوف والله ان استعجلنا. ايش رايك ناخذ من نوع من انواع هذه؟ بس اهم شيء تاخذ حلاوه بقر. حلاوه بقر لازم ناخذ مع ذيك. وش هو جالكسي ذا وحركات. يلا نقول دحوم ايش فيك. اوكي ايش فيك؟ طيب تقريبا كذا خلصنا 90% من الاغراض وكان يوم طويل صراحه والحين جاء وقت الاكل فبننزل ان شاء الله نتعشى وبناخذكم معنا. يلا وش تبي نوع خبز؟ ايه في هذا بر وهذا مع الهوني اوت وهذا هوني اوت. جيب 12 انش 1 6 انش فور ترياكي. ها طلبته؟ يلا الحين خليني اخلص مني اول دجاج عادي. لا باخذ لك الحين دجاج حلو. تعال رانش صوص. يلا يلا خلص طلبات. ها مستعدين لكل انا هذا طلبي. ها عبد الله كيف الطعم؟ لذيذ لذيذ. ها
انت ورا ما تاكل؟ وش وين حقتك طيب؟ تاكل في البيت؟ اوكي يا ويلك ترى ما اكلتها. طيب وبكذا خلصنا ان شاء الله اغراض العيد كامله ومستعدين للعيد، كل الاغراض شريناها الحمد لله وخذناكم معنا في كل شيء شريناه، وكل عام وانتم بخير مقدما طبعا. خلاص العيد بعد يومين، اتمنى ان هذا الفلوق اعجبكم. طبعا هذا اخر فلوق، خلاص من الفلوق الجاي ان شاء الله بنكون في الهند، لاننا بعد العيد مباشره بنتعيد وبنروح للهند وبنصور لكم هناك تقريبا من 10 الى 15 فلوق في الهند. فاللي ما اشترك في القناة يشترك عشان ما تفوتكم فلوقات الهند زي ما وعدت اخواني، يمكن ما قلبتهم قبل، لكن الحين اوفيت بوعدي وبنروح كلنا الاربع ان شاء الله للهند، بنصور لكم يوميا هناك وراح ننزل كل يومين الى 3 ايام فلوق في الهند، وان شاء الله انها بتعجبكم. بنصور كل شيء هناك، مغامراتنا، رحلتنا، وش بنسوي، وين بنسكن، كل شيء هناك. طبعا تعرفون الهند مشهورة بالطبيعة وبالاشياء اللي فيها مغامرات واشياء مرة حلوة بتعجبكم ان شاء الله. فعشان كذا اللي ما اشترك في القناة يضغط زر الاشتراك ويفعل الجرس عشان ما تفوتك المقاطع. وكل عام وانتم بخير، ونشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي اللي هو الفلوق الاول من رحلتنا وسفرنا للهند. مع السلامة.